حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. بعد سنوات من الاحتجاز النيابي، قانون النفط والغاز على مسافة صفر من الحسم. منارة سراجي نداء الآثار أم فرصة إذكاء الفتن، تحذيرات من الجدل المتصاعد. إذن مشاهدينا، بعد سنوات من التأجيل والاحتجاز، أعادت مؤشرات الاستقرار السياسي قانون النفط والغاز وصيف الموازنة وموازي العفو العام، أعادته إلى أولويات البيت التشريعي في فصله الحالي بعد عودة عجلة المجلس للدوران، مغادرا بذلك محطة الانتظار ومتجاوزا عتبة ما يزيد على عقد من الخلاف. لكن رملية مشهد الساحة السياسية المعروفة عنها بكثرة الحركة والتقلب قد تعيده في أي لحظة للمربع الأول وتبدد المسافة الصفرية التي جعلته قريبا من الحسم. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن مؤشرات حدة الجدل ما زالت مرتفعة وآخذة بالتصاعد بعد هدم منارة جامع السراجي، ولم تسكنه تصريحات حكومة البصرة المحلية بأن الإجراء كان ضمن اتفاق مع ديوان الوقف السني الذي تقاطع مع ما ورد بكل، حيث أكال اتهاما ثقيلا ووصف الفعل أنه أمر دبر بليل. وعلى الخط الساخن، دخلت وزارة الثقافة متوعدة بالملاحقة القانونية لجميع الجهات الرسمية التي مست هذا الموقع الأثري وأصابته بالضرر. لكن الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، بل دخلت فضاء الرأي العام، وكأن هناك ما يحاول استثمار نداء الآثار في إذكاء الفتن. وملف حصدنا لهذا أو هذه الليلة مشاهدينا نناقشه تباعا، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيفنا الكرام في الاستوديو الخبير في شؤون الطاقة الدكتور فرات الموسوي. أهلا بكم دكتور، ضيفا كريما. وكذلك الترحيب بعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد محمد عامر، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من أربيل. أهلا بكم أستاذ محمد. وأبدأ معك دكتور فرات، قانون النفط والغاز إلى أي درجة من الأهمية أو الإمكانية أن يرسم فعلا خارطة للسياسة النفطية في العراق؟ نعم، مساء الخير عليكم جميعا وعلى السادة مشاهديكم الكرام وعلى ضيفك الكريم. حقيقة هذا القانون هو قانون يعني مهم جدا، يرسم الاستراتيجية، استراتيجية النفط والغاز من جنوب العراق إلى شمال العراق. هذا قانون مهم، ينظم الإدارة والصلاحيات للحقول النفطية المنتجة والمستكشفة في جميع أنحاء العراق. هذا القانون ينظم الأمور المالية للصناعة النفطية في العراق. كل ما نحن الآن يعني كل ما لدينا من مشاكل حقيقة في جميع المحافظات المنتجة في النفط، سواء في جنوب العراق أو وسط أو شمال العراق، هو كله بسبب عدم وجود أو تشريع قانون النفط والغاز، اللي تقريبا صار له 4 دورات يرحل في كل دولة برلمانية يرحل. يعني إذا كان القانون بهذه الأهمية للاقتصاد العراقي، ليش تأخر كل هاي الفترة؟ نعم، هناك خلافات سياسية، تجاذبات سياسية بين كتل وأحزاب سياسية. وحقيقة يعني أنا أريد أوضح اليوم الخلاف الرئيسي هو ليس فقط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وإنما أيضا هذا الخلاف الأبرز، يمكن هذا الخلاف الأبرز. نعم، شنو الخلاف؟ وأيضا هناك خلافات أيضا على محافظات المنتجة بالنسبة للبترودولار. هذا القانون اللي لحد هذه اللحظة ما زال أيضا معطل بسبب غياب هذا التشريع المهم. حتى يعني حقيقة الخلافات مع الحكومة إقليم كردستان
يعني وصلت إلى أوجها في السنوات السابقة. خلال هذه السنة مع حكومة السيد السوداني هناك كثير من التفاهمات والمشاكل قد حلت بين الجانبين. أتصور الآن الطريق ممهد، هناك بنى سياسية ممهدة لإقرار هذا القانون رغم وجود هذه الخلافات. هذه أنا أتصور هذه الخلافات هي موضوع طبيعي، يعني ليست بالخلاف الكبير الذي يمنع هذا القانون، لأن كل الأطراف الآن متفقة، الإقليم مع الحكومة الاتحادية متفقة على تشريع هذا القانون لما له مصلحة للجميع. نجدد الترحيب بأستاذ محمد. أهلا بك أستاذ محمد. وكل دورة برلمانية جديدة، كل فصل تشريع جديد، بسمة قوانين جدلية يعاد الحديث بها، من ضمنها قانون النفط والغاز. أستاذ محمد، شنو الجديد والمستجد بقانون النفط والغاز حتى يقفز إلى الواجهة من جديد؟ يعني تحية طيبة للدكتور فرات ولحضرتك أخ بشار. حقيقة قبل أن أتطرق إلى المستجدات، لابد أن أشاطر الدكتور فرات رأيه وأضيف إلى كلامه. تفضل. يعني ليس من الجيد، إن لم أقل من المعيب، أن نكون دولة نعتمد بنسبة أكثر من 90%، ربما إلى 95% و97% في ميزانيتنا على النفط وما عندنا قانون نفط. وهذا الخلل أو الأمر المعيب في العراق حقيقة حكومة أقليم كردستان حاولت أن تتجنبه، فسارعت إلى تشريع قانون نفط بعدما لم يتم تمرير قانون النفط في برلمان العراقي. قام برلمان كردستان بتشريع قانون للنفط، وحقيقة ذلك كان في مصلحة أقليم كردستان كما هو في مصلحة العراق. يعني ما دام عندنا قانون يضبط الأمور، يعمل على الشفافية، وبالمناسبة حكومة أقليم كردستان ذهبت أيضا إلى التعاقد مع شركة عالمية للوقوف على الكمية التي تصدرها حكومة أقليم كردستان. من هنا يعني وجود قانون ينظم الشراكة. نحن في بلد اتحادي فيدرالي، أخوة متشاركون في جميع ثروات البلد، في نفطه، في مائه، في فوسفاته، في غازه. والدستور العراقي أيضا ينظم عملية توزيع هذه الثروات وفق آلية خاصة حسب النسبة السكانية وإلى مع تفاصيل أخرى. إذا ما نحتاجه هو قانون لإدارة النفط. للأسف يعني كانت هناك عقلية في بغداد تحاول أن تمضي وفق النظام السابق حقيقة، أن تمسك كل الأمور بيدها، لا ترضى بالشراكة. طيب. سواء للمحافظات أو للأقليم، يعني مبدأ تركيز طيب. السلطة. هذا الخلاف ما بين حكومة أربيل وحكومة بغداد سيد محمد من 2007 كان قراءة أولى لهذا القانون حتى اليوم، شنو اللي استجد على الساحة والسياسة النفطية والسياسة بشكل عام ما بين كل الأطراف حتى يخلي يرجع هذا القانون إلى الواجهة التشريعية مرة أخرى؟ يعني أولا الأطراف العراقية اتفقت في عملية تشكيل الحكومة الحديثة، حكومة السيد الشيع السوداني، على جملة من الأمور من بينها تشريع قانون النفط، تشريع قانون المحكمة الاتحادية النفط. هذه كانت من الأمور التشريعية التي اتفقت عليها الأطراف لتشكيل حكومة السيد شياع السوداني. حقيقة كانت منظمة وفق صياغات زمنية، فترات زمنية محددة، صار هناك جزء من التلاكؤ، لكن حديثا تم التطرق أو التباحث حول الموضوع بشكل فعال. حاليا هناك وفد من أقليم كردستان في بغداد. صحيح هذا الوفد يتطرق أكثر إلى موضوع الميزانية وتنفيذ فقرات الميزانية الخاصة بأقليم كردستان،
إعادة مستحقات أهالي موظفي كردستان، رواتب الناس، معاشات الناس، لكن من ضمن ما يمهد له هو تشريع قانون للنفط وفق الدستور العراقي وفق مبدأ الشراكة. والمهمة حقيقة إذا كنا نريد نريد فعلا أن نشرع قانون، لا أن نبقى بدون قانون كي يتعرض هذا النفط، هذه الخيرات إلى السلب والنهب. طيب. أثناء عملية التحدث أو التباحث حول الميزانية حصلت اتفاقات مع حكومة أقليم كردستان وبين حكومة أقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، أمور مجملة حول كيفية إدارة النفط أيضا. بتصور الشخصي إذا ما تم إدراج هذه الاتفاقية، الاتفاقية أربيل بغداد حول موضوع نفط، الاتفاقية الأخيرة والتي جاءت بعدما جلس الفنيون مع بعض، جلس الوزراء المختصون مع بعض، وثم وقع من قبل السيدين مسرور البازاني وشياع السوداني بحضور السيدين، وقعت من قبل وزراء المختصين، إلى ما كنا صادقين مع أنفسنا ومع الشعب العراقي ونريد أن يكون لنا قانون يعمل على الشفافية ووفق الدستور العراقي الذي اتفقنا عليه. الأمور سهلة، لكن لا سامح الله إذا حاول البعض العودة إلى حاول البعض. أعود لك، اسمح لي أقاطعك سيد محمد وأعود لك إلى هذه النقطة وقضية إذا حاول البعض. سيد بشار، إضافة فقط على هذا الكلام، تفضل بأستاذ محمد على سؤالك. شنو اللي تغير الآن من 2007؟ أكو متغيرات مهمة الآن، هناك تغيرات جيوسياسية بالعالم، حرب روسيا وأوكرانيا أعادت حقيقة رسم الخارطة ومن يملك الطاقة في العالم الآن يملك القرار السياسي، هذا مهم. هنا يبدأ دور بارز للدول التي تمتلك النفط والغاز، لها ثقل في أوبك وفي غير أوبك مثل العراق. دولة الآن العراق متجهة للاستثمار في النفط والغاز، ممكن أن تكسب تحالفات جديدة من دول العالم كثيرة، هذا من جهة. جهة ثانية، المشكلة اللي صارت أخيرا قضية التحكيم الدولية اللي صارت في باريس، واللي خلت حقيقة حكومة الأقليم والحكومة الاتحادية في مأزق نحو الشركات اللي موجودة. أنه الحكومة أجبرت، يعني بعد قرار المحكمة الاتحادية والجميع الدولية أجبرت على أن تتشجع لإقرار هذا القانون. نعم، الجميع وصل إلى قناعة أن هذه المشاكل لا يمكن أن تحل، وأيضا الاقتصاد العراقي هناك مشاكل كثيرة به بسبب اعتماده على النفط، يجب أن يكون هناك قانون خاص لهذا النفط والغاز يشرع لمصلحة الجميع وليس لمصلحة جهة معينة. نعم. طيب، أفهم من كلامك أنه كان هناك ضغط دولي أيضا على الحكومة المركزية وحكومة أربيل لتشريع هذا القانون؟ ضغط حقيقة بشكل مباشر من الإدارة الأمريكية ومن جميع دول المنطقة إقليميا ودوليا، لأن اليوم العراق ثاني منتج أوبك، يعني له ثقل كبير. أي خلل في تصديره لهذا المنتج الطاقوي المهم جدا ممكن يشكل أزمة في سوق الطاقة، يشكل أزمة في أمن الطاقة العالمي. أي مشكلة الآن، يعني قضية توقف الآن نفط أقليم كردستان بحدود 450 يشكل ترى مشكلة في سوق الطاقة. رغم كل المشاكل والأزمات اللي مر بها سياسية وأمنية ودبلوماسية وغيرها، النفط ما توقف، كل الحياة يمكن توقفت أي مفصل كان بوقت معين، لكن النفط أبد ما توقف. ليش يعني ما مر بهيك أزمة؟ ما توقف، لكن الآن نشوف إحنا نفط الإقليم الآن متوقف. هذه مشكلة، رغم أنه يستقطع من حصة العراق في منظمة أوبك بلاس، لكنه لا يدخل في الموازنة العراقية، هذا من جهة. من جهة أخرى أكد لك مرة ثانية إن الآن يعني أنت مجبر الآن على استثمار أقصى ما تتمكن منه بالنفط والغاز. الآن سوق الطاقة هناك احتياجيات، يعني ضمن مقررات أوبك بلاس هناك حصص معينة. العراق يخشى ما يخشاه
أن يعني يتوقف في أي لحظة من اللحظات وتكون هناك مشكلة. هذا جانب. جانب ثاني للعراق تطلعات مستقبلية، مثلا مشروع التنمية. التنمية هذا المشروع العملاق، هذا يحتاج إلى مصدر للطاقة من النفط والغاز، مصدر كبير جدا، يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والبنى التحتية في الصناعة النفطية. هذا طبعا من جنوب العراق إلى شمال العراق. هذا أنت ما تقدر تتمكن السيطرة على هذا الوضع، ولا يمكن أن تستثمر بوجود قانون، قانون يطيح لك الصلاحيات لإدارة هذا. يعني لو كان القانون موجود عند العراق، نعم، لو تم تصويت عليه بال2007 أو السنوات، نعم، السابقة، السياسيين أدركوا أنه لو كان هناك قانون ما كان مر حاليا نفط الإقليم بهذه الأزمة وانقطع تصديره عبر جهان. نعم نعم، هذا ضروري جدا. يعني أضيف يعني الأخوة في الإقليم عندما تعاقدوا مع شركات يعني حقيقة النفطية، هذه الشركات الآن عندما توقف يعني النفط في الفترة الحالية الآن منذ القرار لحد هذه اللحظة، أيضا الآن محل مشاكل وخلافات مع هذه الشركات في كيفية تسديد المبالغ المستحقة لها. أيضا الإقليم يعاني ما يعاني، يعني عكس ما الناس يتصورون أنه يصدر من هذا النفط وجميع ما يصدره يدخل إلى الموازنة الخاصة أو إلى يعني مصادرهم الاقتصادية، ولكن هم أيضا يعانون في هذا المجال. أيضا النفط الإقليم كان يباع لفترة طويلة إلى تركيا بأقل من سعر البورصة العالمية. هناك مشاكل كثيرة. أيضا الإقليم خسائر مادية اقتصادية كبيرة طوال هذه الفترة الكبيرة. لو كان هناك قانون ينظم، أيضا هذه الفائدة سوف تعود على الإقليم ومواطن الإقليم، يعني لن تعود فقط على الحكومة الاتحادية. نعم، لهذا الإقليم. طيب. اليوم أيضا مهتم بإقرار هذا القانون، مهتم حاليا، لكن سابقا كان عدة أزمة ثقة ما بين الأطراف. نعم. الكردية. نعم. والأطراف المركزية موجودة. الحكومة. نعم. المركزية. صحيح. أعود لك إلى ذات المحور وأزمة الثقة ما بين كل الأطراف السياسية وخصوصا ما بين الأطراف الكردية والأطراف السياسية في بغداد. أستاذ محمد، الاستقرار السياسي المتوفر حاليا، هل أعاد الثقة بين مختلف الأطراف، ثقة الأكراد بالحكومة المركزية أو الأطراف في بغداد وبالعكس، وهذا سيشجع على التصويت على قانون النفط والغاز وقوانين أخرى خلافية؟ والله كاك بشار، أخ بشار، أنا دائما أثناء حديثي أتطرق إلى موضوع أجده كشخص موضوع مهم، المباحثات الجو الودي الأخير بين بغداد وأربيل حقيقة لم ينعكس على الساسة فقط وعلى الساحة السياسية فقط، بل لأول مرة، دائما أقولها، لأول مرة أجد مواطني أقليم كردستان يرفعون العلم العراقي فرحا لفوز منتخبهم. هذا أقصد مباراة كرة القدم في البصرة. بتصوري يعني هذا الانعكاس الإيجابي وهذه الثقة الجديدة آتية من نتيجة يعني نمط جديد من التفكير في بغداد، نمط يريد ويعمل على تقنين وتشريع الصلاحيات، التوجه نحو الدستور العراقي. يعني حقيقة نحن أثناء السنوات التي لم يطبق فيها الدستور العراقي، خاصة سواء المواد التي تتعلق بشكل أكثر بالمواطن الكردي ومواطني أقليم كردستان، عندك المادة 140 من الدستور العراقي، يعني نهاية انسى الاقتصاد، انسى السياسة، انسى المناكفات والتصارعات، نهاية هي قضية إنسان، قضية ناس طردوا من ديارهم عنوة لتعريب المنطقة في وقتها على يد صدام حسين، وأتي بناس آخرين يسكنون أراضيهم غضبا. يعني حقيقة لا أعرف كيف يصلون على هذه الأرض. من جهة أخرى يعني إنسان مطرود من داره، والسلطة الحالية لا تحاول من أجل إعادة حقوقه وإعادته إلى دياره. بالتأكيد عملية الثقة ستكون مفقودة، وخاصة الأجواء أيضا كانت متشنجة بين أربيل وبغداد إلى درجة
إنه الحكام في بغداد ذهبوا إلى للانتقام من حكومة أقليم كردستان. أخوي أنت عندك مشكلة مع حكومة أقليم كردستان نتيجة عدم تنفيذك للدستور، ما أجريت الإحصاء، ما تعرف. بالمقابل أطراف المركز أيضا تتهم أربيل بعدم التزامها بالدستور. سيد محمد أنا أسمعك. أيضا أطراف الحكومة في بغداد أو الأطراف في المركز أيضا تتهم الأطراف الكردية بعدم الالتزام بالدستور، لكن اليوم أمام فرصة لتشريع قوانين وضوابط دستورية، يبدو أن الأكراد ملتزمون أو متشجعون على السير بهذا يعني الطريق الدستوري والقانوني بوجود استقرار سياسي وثقة متبادلة من جميع الأطراف. لكن تتفق مع رأي دكتور فرات أنه قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النفط المصدر من الإقليم وكذلك التجارة الدولية، هل هذه القرارات دفعت أربيل للدفع أو الالتزام بقضية إقرار قانون النفط والغاز؟ يعني لاحظ، أول يتهم الأقليم بعدم تنفيذ الدستور، يعني حقيقة كلام باطل. يعني هو الأقليم راح يقوم بإجراء الإحصاء السكاني في العراق، والأقليم راح يصدر قانون النفط والغاز في العراق. يعني هذه المهاترات، إذا احنا نريد نقطع بعض موضوع، إذا فعلا يهمنا العراق ويهمنا أطفالنا وعوائلنا، بالنتيجة نحن نتحدث عن أهالينا، فنتطرق إلى الموضوع بشكل كما هو. الأقليم لا يمكن اتهام الأقليم بعدم تنفيذه للدستور العراقي، لأنه لا الأقليم يقوم بإجراء الإحصاء، ولا الأقليم يقوم بتنفيذ المادة 140، ولا الأقليم يقوم بتشكيل محكمة اتحادية وفق الدستور العراقي. هذه مهمات الاتحاد، والاتحاد لم ينفذها. بالنسبة إلى موضوع المحكمة الاتحادية، يعني من غير أن أتطرق إلى المحكمة الاتحادية، حقيقة أن الأطراف العراقية كلها متفقة فيما بين بعضها أثناء عملية تشكيل الحكومة العراقية الحديثة، ضمنيا بأنه هذه المحكمة هي محكمة مؤقتة، لأنهم متفقين فيما بين بعض أن يتم تشكيل محكمة محترمة وفق الدستور كما ما شكلت وفق الدستور العراقي. مع ذلك يعني حقيقة، يعني أمام الأقليم كان هناك مجموعة اختيارات، لكن أقليم كردستان كما كان في حالة شبه استقلال 2003 عندما تم تحرير أو احتلال العراق حسب ما كل طرف يسميه، في 2003 أقليم كردستان وحكومة أقليم كردستان جاءوا طواهية إلى بغداد من أجل العمل من أجل بغداد جديدة. نحن في أقليم كردستان ظروفنا تتحكم هكذا، أن نكون جزءا مقبولا شريكا في الدولة العراقية. نفس الأمر بالنسبة إلى موضوع النفط. لكن موضوع النفط سيد محمد، يعني إذا كانت الشراكة فهي بحاجة إلى، إذا تسمح الأستاذ محمد، هي بحاجة إلى ضوابط وقوانين تضعها مؤسسات، منها البرلمان، منها المحكمة الاتحادية. لكن أنت تقول مثلا المحكمة الاتحادية غير دستورية، طيب قراراتها ليش هي ملزمة وباتة وقطعية؟ لا لاحظ، يعني هسه انا ما اريد اهجج الموضوع، مو انا اللي اقول المحكمه الاتحاديه مو دستوريه. سيد قاضي قضاة العراق يقول هذه المحكمه او القضاء اللي بالعراق، يقول القضاء مستقل، فهو كانه يردد شعارات حزب البعث العربي الاشتراكي. السيد هادي العامري يقول نحن نضغط على المحكمه المحاكم. السيد مسعود البارزاني يقول هذه المحكمة شبيهة بمحكمة الثورة. القضاة فيما بينهم تصارعوا، يعني هذا موضوع آخر. لكن هناك اتفاق، والمادة 92 من الدستور العراقي واضح، أنا للأسف ما أقدر أشوف وجوهكم النيرة، الأخوة في الكنترول ما ربطوني مع الاستوديو، ممكن تطلع المادة 92 من الدستور العراقي وتحطها على الشاشة. بكل الأحوال متفقين إنه يتم تشكيل
محكمة اتحادية وفق الدستور العراقي وبشكل محترم. يعني طيب. احنا عندنا قضاة حقيقة. طيب. موضوع كرد وعرب وكذا. خلينا نرجع الموضوع انا اذا تسمح لي استاذ محمد وقتنا ضيق. قضاة الكرد. خلينا نرجع الموضوع انا معك دكتور أوكي. فرات. إذا تسمح لي بجملتين وقتنا أفشل. وقتنا ما يسمح دكتور خلينا نعطي وقت الدكتور فرات إذا تسمح لي أرجع لك إذا بقى وقت. أوكي عفوا. يعني إضافة إلى تنظيم العلاقة النفطية يعني بمختلف تفاصيلها، لكن دكتور فرات شو هي الحدود الدستورية اللي ممكن أن يرسمها هذا القانون خصوصا بين الأطراف الداخلية؟ أستاذ محمد أستاذ بشار عفوا، هذا يعني احنا اذا طبعا هذا بجانبين القانون، جانب فني وجانب يعني الان هو الطاغي هو ليس الجانب الفني سياسي. نعم الجانب السياسي، وهي هنا المشكله. احنا من نقول جانب سياسي هناك كتل عده وتجاذبات سياسيه اخرى مرحبه بالتشريع واخرى رافضه لهذا التشريع القانون، حتى تظل الخلافات مستمره بين تحديدا بين الاقليم والحكومه الاتحاديه من لا. يعني من كل الاطراف ليس من طرف واحد. هذه مشكله اهم مشكلة. طرفين يعني المركزيه والحكومه نعم. التربيه المتفقين نعم. على هو اهم شيء هذا ان الان الطرفين يرون ان المصلحه المشتركه لهما في اقرار وتشريع هذا القانون. لا. هذا القانون له أبعاد سياسية قانونية كبيرة جدا في حالة تشريعه. أيضا هذا راح يرسم العلاقة، علاقة الصناعة النفطية والاستثماراتها داخليا وخارجيا، هذا مهم جدا. هذا من جهة، أيضا من جهة أخرى وهذه جهة مهمة أيضا بالنسبة للنفط الإقليم، هناك أماكن يعني خارج الإقليم الآن في كركوك جزء من سهل نينوى ايضا هذا ايضا قاعد يحسب. يعني هذه ال 450 الف برميل اللي تتكلم عليها الحكومه الاتحاديه، يمكن الاتفاق السياسي اللي صار ما بين الاطراف في المركز واربيل تحدثت عن اتفاقات بشكل مجمل، لكن ممكن بخوض التفاصيل اللي ذكرتها ان تعود هناك خلافات، تظهر خلافات قد تودي بجهود اقراره وتعيدها للمربع الأول. لا أنا أقول يعني إذا إحنا يعني كحكومتين نخلي الأمور الفنية والقانونية تأخذ مجراها لا. والكل راح يخرج يعني بنفس المصلحة، لا يوجد خاسر في هذا الموضوع. اللي يخسر الشخص الوحيد هو اللي يرفض هذا القانون، أما في إقراره فالكل يعني الفائدة مشتركة يعني للجميع. ممكن تظهر خلافات بآلية التصدير والواردات. نعم ممكن هذه، والحكومة يعني اقترحت عدة مقترحات، تشكيل شركة داخل إقليم كردستان تكون هي مهيئة لمتابعة الصناعة النفطية والشركات المتعاقد عليها، هذا من جانب. أيضا الاقتراح اللي قدمه السيد رئيس الوزراء بوجود مصرف يكون جميع واردات النفط الإقليم في هذا المصرف، هناك حلول الآن متفق عليها بين الجانبين. أنا معك أن هناك سوف تظهر ربما خلافات جديدة، هناك تشنجات من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، هذا أنا أشوفه مسألة عادية لإقرار القانون، ولكن في النهاية يجب أن يسارع إلى سن هذا القانون وتشريعه، لأن أول شيء في مصلحة للجميع، هذا ضمن المنهاج الحكومي ودعم لحكومة السيد السوداني لا. وأيضا هذا يعود بصالح لحكومة الإقليم، وهذا شيء مهم جدا. الخبير في شؤون الطاقة الدكتور فرات الموسوي، شكرا لك، كنت ضيفا كريما، وشكرا جزيلا لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ محمد عامر كان معنا عبر سكايب، شكرا لكم سيد محمد. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة الدكتور أحمد العلياوي. أهلا بكم دكتور، ضيفا كريما. أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا جزيلا. جامع السراجي عمره يمكن يوصل ل 300 سنة أو أكثر من 280 سنة، وهو بالتالي إرث تاريخي وحضاري ويعتبر أثر، لكن لماذا لم تضع وزارة الثقافة رقابتها سلطتها المباشرة على هذا الصرح الأثري بالتعاون مع مديرية الوقف السني في محافظة البصرة؟ نعم، شكرا جزيلا وتحيات لك ولجميع المشاهدين الكرام. هذا من الأسئلة التي تدور كثيرا اليوم في الإعلام، نسمع مثل يعني هذه التوجهات للسؤال عن الآثار وعن التراث، وحقيقة كثير من الأسئلة التي تثار اليوم في وسائل التواصل يعني لا تعرف ربما دور وزارة الثقافة في مثل هذه الموضوعات. يعني ليس لوزارة الثقافة رقابة بهذا المعنى. نعم، وزارة الثقافة تتعامل مع الآثار والتراث من جهة الهيئة العامة للآثار والتراث. نعم. يعني تعرف حضرتك أن الوزارة فيها قطاع الثقافة وقطاع السياحة وقطاع الآثار، يعني ثلاث قطاعات. قطاع الآثار فيه الهيئة العامة للآثار والتراث، وتضم 7 دوائر متخصصة في مجال الآثار والتراث. في هذا الموضوع تحديدا هناك قانون، القانون الخاص بالآثار والتراث. هذا القانون يلزم جميع الذين يتعاملون في مجال التراث أن يعودوا إليه في كل تفاصيل الأعمال الخاصة بالمباني التراثية وغيرها، يعودون إلى دائرة التراث، الدائرة الخاصة التي تعمل في هذا المجال ضمن أعمال الهيئة العامة للآثار والتراث. عليه عندما نتحدث عن أي مبنى، سواء كان هذا المبنى متروكا، مبنى تراثي قد يكون يوم ما إلى أحد يعني متروك هذا المبنى، أو لا مشغولا، المباني التراثية متروكة حاليا، أو قد يكون البعض منها مكب للنفايات وغيره، قد يكون مشغولا. عندما نتحدث عن هذه المباني، المباني ليس ثقافة ولا يمكن لها أن تتحرك بشكل مباشر، لكن يعني الأبنية إذا كانت تاريخية تراثية لها قيمة حضارية ثقافية تبقى لمالكها، لكن ما إلى حق التصرف الكامل بها. بالضبط، يعني تبقى سلطة وزارة. نعم. الثقافة أو الآثار عليها. السلطة الآثارية تسمى. نعم. بالقانون السلطة الآثارية. السلطة الآثارية هي سلطة تراقب، تتابع، تشرف. الرقابة التي نتحدث عنها من أي معنى؟ من أي معنى؟ من معنى أنك لا يمكن لك أن تتصرف في هذا المبنى التراثي بأن تغير من معالمه، حتى وإن كان للمصلحة العامة؟ أو أن تزيله. المصلحة العامة لا تقدر من قبل شخص أو من جهة معينة يقول والله مصلحتنا العامة. المصلحة العامة هذا الحديث تدري عنوان كبير، هذا أنه مصلحة عامة وعليه نزيل اليوم المباني التراثية. والمباني التراثية اليوم في العراق حقيقة يعني كثيرة وفي كل المحافظات، ولها يعني بعضها له قيمة عليا. فلما نتكلم بهذا المعنى احنا بالأصل خلينا نتفق على شيء، أن القانون يحتم، قانون الأثر والتراث يحتم على الجميع في مجال المباني التراثية أن يعودوا إلى دائرة التراث في حال أرادوا صيانة، تأهيل، أن يجروا عمليات معينة لغرض الإشغال، الاستفادة، سواء، وأضيف هنا نقطة مهمة. نعم. سواء كان هذا المبنى مسجلا أو غير مسجل. تعرف أن المباني التراثية السراجي مسجل، بعضها مسجل وبعضها. طيب. غير مسجل بكل مسجل السراجي؟ نعم مسجلة. طيب صار تنسيق يعني إذا كانت بلدية البصرة أو محافظة البصرة أو أي جهة كانت، إذا يعني قبل ما تزيل هذا الصرح الحضاري صار تنسيق مع وزارة الثقافة؟ احنا بطبيعة القانون اللي اتحدث لك عنه المحافظة ليست طرفا، يعني المحافظة لا يحق لها ان تفاتح في مجال الصيانة او التأهيل او الإزالة. طيب. ديوان المحافظة ليس طرفا، لماذا؟ لان القانون يحتم على دائرة التراث ان تتعامل مع المالك، من اللي عنده سند وقف السنة. بالضبط. فعندما يفاتح أحد أو هذه الجهة هي تفاتح دائرة التراث، مرة إحنا نفاتح، هذه موجودة. لما نشوف أكو تجاوز معين، أكو تلاعب بمبنى معين، نحن نفاتح هذه الجهة اللي هي تملك هذا العقار، فالديوان هو صاحب الوقفية.
لكن مو هو اللي كان يريد يزيل هذا الأثر، يعني المحافظة أو بلدية البصرة باعتبار هذا المعلم الحضاري، يعني وجوده شنو يعتبر؟ هذا موضوع ثاني. لا موضوع ثاني، أن موضوع طريق، موضوع توسعة الطريق نقدر ونحترم هذا الموضوع. من صالحاً نحن نتحدث أو يأخذ موافقات الديوان حصراً، الديوان حصراً، ولهذا كانت لدينا سؤال حضرتك، كانت لدينا مع الديوان مخاطبات ودراسة مستفيضة في هذا الموضوع، ولدينا يعني خطة لإنقاذ المنارة اللي تعنينا كثيرا. يعني المنارة كان تنسيق، طبعا هناك تنسيق ومفاتحات، ولدينا مدد زمنية، ولدينا اجتماعات وحديث عن إنقاذ المنارة بالطريقة التي وصلنا لآلية، وطرحنا دراستنا العلمية المبنية على آراء الخبراء في هذا المجال. شنو كانت طرحاتكم؟ بأن نمضي إلى تفكيك المنارة بالطريقة المعمول بها في مجال حفظ المباني التراثية، تفكك ترقم قطعة قطعة ونذهب إلى حفظها، وهذا صاير طبعا، هذا مو شيء جديد. يعني في منارة عانى عندما كان فيما مضى من سنوات، عندما هددت المنارة القديمة بالسد حديثة، وكان هناك عندنا يعني أكو مشكلة في هذا الموضوع من سنين، نقلت المنارة، قطعت ونقلت، ومن بعد ذاك أعيد بناؤها من جديد. من قبل من؟ من قبل الخبراء، يونسكو موجود، خبراء أجانب، خبراء عراقيين، لجان تشترك في هذا الموضوع. فإحنا قدمنا دراسة مستفيضة، قلنا أيها الأعزاء أيها الكرام، هذه المنارة منارة تراثية، يعني هذا الكلام واضح، ونحن مستعدون في وزارة الثقافة، وهذا يعني هذا مسجل بمخاطبات رسمية موثقة الآن، نقول أيها الكرام أيها الأعزاء، إحنا مستعدين إلى أن نفكك المنارة وننقلها لكم لتبنى، نعيد تركيبها من جديد في باحة المسجد الحالي، إذا كمان ما عندكم يعني فكرة لبناء مسجد. وإذا فكرتم، والمسجد ما تم التجاوز عليه، المسجد موجود فيه. لا المسجد أيضا هم الأعزاء يشوفون أنه المسجد فقط هو المنارة كانت طالعة، لا المسجد أيضا يعني ماخذ جزء من الشارع. فإذا كان لكم رأي بإبقاء المسجد الحالي على حاله، فيمكن لنا أن ننقل المنارة لكي تبنى في باحة المسجد الداخلية. طيب. وإذا لا فكرتم ببناء مسجد جديد، فنحن مستعدون لتفكيك المنارة وإعادة نقلها وبنائها على سطح المسجد الجديد إذا بني، لتكون شاخصا تراثيا مع المبنى. طيب متفقين، والآلية يبدو أنها بسيطة. لا ليست آلية بسيطة، لا الآلية حقيقة، هذه الآلية هي الآلية المعتمدة حضاريا لحفظ التراث، لحفظ الآثار. عملت بها سابقا، عملنا بها وتعمل بها كل الدول. يعني اليوم أنت لما تروح إلى أي دولة تعتز بتراثها، لما تتكلم عن وجود نفترض اختناق مروري بسبب مبنى معين، لا أحد يفكر بهدم المبنى، مستحيلة هذه. نعم يفكرون بتوسعة من جهة أخرى، صناعة منحنيات معينة بحيث لا تؤثر على المبنى. وهناك مباني تراثية كنائس الآن في العالم يمنع حتى وصول السيارات إلى محيط بعيد عن المبنى، كأن تكون كنيسة كاتدرائية. بس أكو صارت يعني مثلا في توسيع الحرم المكي والمسجد النبوي. نعم الحرم وسع، مو الشوارع وسعت على حساب الحرم، لكن تم توسيع الحرم على حساب أيضا آثار قريبة، هاي مدينة قديمة. الحرم يوسع، الحرم يوسع على حساب من؟ على حساب آثار قديمة موجودة قربة، بيوت قديمة، على حساب شارع معين. نتكلم عن توسعة الحرم. ففي هذا المثال اللي تفضلت به، نوسع المسجد على حساب الشارع. ناخذ يعني المسجد يوسع. الفكرة احنا نتكلم عن حاجة لتوسعة الشارع، يعني قلنا لم تعدم الحلول، مفترض اكو حلول على مستوى الطرق والجسور، يترتب الموضوع. هو موقع الجامع ساد الشارع، يعني تيجي عدة سايدات يوصل يم الجامع، تعبر سيارة واحدة، سايد واحد باقي. اكو مصلحة عامة لإزالة هذه المنارة او تحريكها او نقلها او هدمها، لكن انتم متفقين على آلية وكم مخاطبات بيناتكم. احنا نتحدث عن شيء، انه الحديث عن تبرير هدم اي مبنى تراثي اليوم، نتحدث بشكل عام. لا هسه ما نريد نبرر، مو بشكل عام، انتم يعني متفقين بمخاطبات استعدادكم لنقل المنارة، وهناك مخاطبات وطرق علمي ومواصفات فنية، وهذه العملية اللي يتحدث حضرتك عنها والمشاهدين يسمعونا. هذه عملية
صعبة ومكلفة ومع ذلك نحن نتبنى هذا الموضوع على حساب وزارة الثقافة على حساب وزارة الثقافة نعتمد تفكيكها. طيب. كوادرنا خبراءنا وكان من الممكن أيضا أن نستعين. طيب. إذا احتاجينا إلى خبراء. هذا كله مثبت بمخاطبات رسمية. طبعا موجودة مخاطبات. شن اللي صار؟ ليش إجا البوكلين وهدم المنارة بهذه الطريقة؟ يعني اللي صار إحنا من خلال يعني حتى لا نتجنى على أحد، إحنا اللي شفنا أن هناك حالة هدم للمسجد ثم دخلت السيارة إلى هدم المنارة. صدر بيان الأعزاء في ديوان الوقف السني أيضا يدين الهدم ويقول أن الديوان أخذ وسعا في دراسة موضوع الهدم الإزالة المنارة من الناحية القانونية، بإمكانكم مراجعته. بس المحافظة تقول احنا متفقين مع الديوان ورئيس ما أعرف الديوان هذا أمر لاحق لكن إقالته. بيان الديوان يشير إلى دراسة الموضوع، يقولون نحن درسنا الموضوع على مستوى مجلس الأوقاف الأعلى ودرسناه عن ناحية الاجتماعية القانونية التاريخية الشرعية اللي قبل قليل حضرتك تكلمت عنه، هو جانب شرعي. يعني هل يجوز هدم من أجل مصلحة معينة؟ هذا جانب شرعي هم يحددون، ما أعرف مو شغلنا إحنا. فدرسنا هذا الموضوع ومضينا، راجعوا البيان موجود، ومضينا إلى أيضا استشارة الجهات ذات العلاقة على مستوى حفظ الآثار. وكان هناك الرأي بأن تفكك المنارة، هذا موجود مثبت في بيان الديوان، في بيان ديوان الوقف السني، أن نذهب إلى تفكيك المنارة، إلا أننا فوجئنا صدمنا بأن المنارة هدمت أيضا ونحن لسنا مع هذا الموضوع. هذا بيان الديوان، ما سمعناه من السيد المحافظ. يعني سمعنا من المحافظ شيء، سمعنا من الديوان شيء ثاني، لكن شو اللي ورد لوزارة الثقافة الملامح؟ يعني ما تشير إلى ماذا؟ ما الذي حدث؟ ما يتناقل الآن، يعني ما يتناقل، مرة يقولون أن هناك موافقة من الديوان على إزالة المسجد مع عدم إزالة المنارة. نحن لم نشعر كوزارة، كهي عامة الآثار والتراث، لم نشعر بأن أيها الوزارة تعالوا إلى المنارة فككوها وانقلوها احفظوها عندكم ومن بعد ذاك نمضي إلى إعادة بنائها مع المسجد الجديد. هذه النقطة الأساسية حقيقة، هي نقطة يعني نقطة الخلاف، أنه صارت موافقة على هدم المسجد على نية أن يبنى من جديد، ولكن المنارة هل تبنى من جديد؟ يعني هاي المنارة التراثية الموجودة الآن، هذه المنارة لا تبنى. نعم الآن نحن إجراءاتنا اللي صارت من بعد اللي صار هذا أن وجهنا مفتش آثار البصرة إلى أن يمضي إلى الموقع ويحصل على المواد الركام الموجود ويتحفظ على كل هذه المواد. أنتم توعدتم بالملاحق القانوني للجهات التي قامت بهذه العملية، لكن هل دخلت الإجراءات القانونية فعلا حيز التنفيذ؟ يعني حقيقة هذا كان واحد من يعني الآراء المطروحة في أن تمضي الوزارة إلى ملاحقة، أو إلى عفوا مو ملاحقة وإنما نسميها أنه أن تقدم شكوى ضد المتسببين في هذا الموضوع. هذا الموضوع متروك إلى القانونية، متروك إلى الرأي يعني الأخير للوزارة. إحنا نتحدث حقيقة عن خشية، ومثل ما ربما أنت حضرتك الآن تشوف المشاهدين تابعون، الخشية هي من أن تتحول مثل هذه يعني الفعاليات إلى يعني موضوع متساهل فيه. اليوم نريد نوسع شارع نهدم هنا، اليوم نفكر بأن نكبر مثلا منطقة معينة، نسوي حديقة معينة على حساب مبنى تراث. هذا النوع من التعامل مع يعني التراث، كثير من المنشآت الأثرية حصلت عليها يمكن هذه العمليات، مثل جامع الحيدر خانة، ممكن أن تتكرر بشكل أكثر؟ والله هذه الخشية موجودة، ونعتقد أن قانون الآثار والتراث يضع حدا لمثل هذه التجاوزات. وشاهدنا نحن الآن يعني موقف اللجنة النيابية، لجنة الثقافة، كان لها موقف ضد يعني هذا الموضوع، والكل حقيقة هو الكل حريص على إبقاء التراث والتعامل معه. التزاحم اللي نتكلم عنه بين توسعة الشارع وبين تراث، نقول أن كان من الممكن أن نحفظ المنارة ونمضي إلى توسعة الشارع فيما لو أن هدم المسجد بناء على الموافقة اللي يتحدثون عنها.
الشكر جزيل لكم المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة الدكتور أحمد العلياوي، شكرا لك، كنت ضيفا كريما. شكرا لكم حياكم دكتور. الله الشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.